ولتسليط المزيد من الضوء على الموضوع ينضم إلينا زميل يونس قريفة مراسل M24 بتركيا. أهلا حفصة. مرحبا بك يونس. أهلا وسهلا. نعم يونس، عمليات الإغاثة تتواصل في المناطق المنكوبة وأنت في عين المكان، نريدك أن تصف لنا مشاهداتك، فكيف تتواصل هذه العمليات على الرغم من صعوبة الظروف المناخية؟ فعلا حفصة، نحن أمام صور مؤلمة تذكرنا بمشاهد أفلام الدمار الأمريكية. فنحن نتحدث هنا عن دمار واسع للمدن التركية الجنوبية وتهديم آلاف البنايات والبنى التحتية، وهناك أحياء لم يعد لها أي وجود والحصيلة ثقيلة جدا، فهذا ثاني أسوأ زلزال في تاريخ تركيا. وبالنسبة لعملية الإغاثة، نعم يونس، وبالنسبة لعملية الإغاثة فهي متواصلة على قدم وساق في المناطق المنكوبة على الرغم من صعوبة الظروف المناخية، لا سيما الرياح القوية وتساقط الثلوج الكثيف وتسجيل أكثر من 120 هزة ارتدادية في محيط مركز الزلزال. طيب يونس، عندما نتكلم عن هذا الزلزال فنحن نتكلم عن أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها تركيا في تاريخها المعاصر وفقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فهل تم تجاوز الصدمة وكيف يتم التعامل مع البحث عن الناجين؟ الصدمة ما زالت قائمة، ففعلا هذا ثاني أسوأ زلزال بعد زلزال منطقة إزمير في 1999 والذي خلف 17,000 قتيل. ففرق الإنقاذ تواصل عملها بقدم وساق على طيلة اليوم وطيلة الليل، وهناك كذلك فرق تأتي من جميع المناطق التركية وكذا من الدول العالمية ومن المنظمات الدولية. نعم يونس، سفارة المملكة المغربية كما نعرف بأنقرة أعلنت عن وضع أرقام هاتفية وعناوين للبريد الإلكتروني رهن إشارة أفراد الجالية المغربية بتركيا للتواصل معها، فهل من أخبار عن جاليتنا بتركيا؟ ليس هناك أي حالة رسمية إلى حدود الساعة أو أخبار عن إصابة مغاربة في الزلزال، فالسفارة المغربية في أنقرة وضعت خلية أزمة وما زالت تتلقى المعلومات بخصوص أفراد الجالية المغربية في المنطقة، ونتمنى خير لأفراد جاليتنا. شكرا لك يونس. كان معنا يونس قريفة مراسل M24 من تركيا، شكرا لك على كل هذه المعطيات والتوضيحات.